الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي بين سبحانه وتعالى وغورين ويديسنين أعماشين وردنين وكردقو خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى من إلهي درادية وإلهي سبحانه وتعالى وحلق قدونا يو ومخلوقا وحبلق قربين سيدا ونوشا غي ولالكين كالمدني وحيكوسا بسنطة هاي أثر العبادة أو العمل الصالح أو العمل الصالح في حياة المسلم عبادة ورادك هاي كل هذا هاي قف كمسلم كنولوشيس عمل كصالحة هذه اللي رانا وعبادة دي أون عمل كونكسن رادك وكل هاي قف كمسلم كنولوشيس وحين أكسونا هاي قف كمسلم كهاي حياة هذا من نولوش أمراء الرئيسي ويني والله الحياة الدنيا هي الحياة الآخرة نولشا انتو هدبيه دتشوغو هي نولشا آخرة مركا ودينتو إلهي سبحانه وتعالى وافصده وفك مسلم كا لبدي إسان نولولود با عمل كوناك سنة إلهي درادي وصمعين يوم عبادته رادت بضم بكل هذا وهذا الكيف بإذن الله تعالى وبنان دونا راد كاي عبادته كل هذا هاي وفق مسلم كان ولا شيء سادوي ويو راد كاي عبادته كل هذا هاي وفق مسلم كان ولا شيء ساخره تدك بدن كود وقرانا يا وانا درين سيه لكن وحلقيا با ان بدن ودك كم يدي ان انا قرانا هين أما يقرانا يان لكن أي كغف لدي سيهين وأنا دراي صنعي راد كاي تهاي إن عبادة نلشي سادو يكو يالاتو هي الرادات كي إلهي سبحانه وتعالى وشاقي إن نلشي سكو يالانيسو وحانكو الرين دونا بإذن الله سبحانه وتعالى دورا الرمودو كو صابصا عبادة عبادة سينو كسون هاي وجدد إلهي سبحانه وتعالى وأبو ريتشين كي يسجى سيد إلهي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة إلهي يكوك ليان إن السميان مويان وحك الإلهي وما أبورين وحيابها كالأردن كتع اللقاء تشين كي يسجى ووحيابها عاوية يالح وهدف كي يجدد الله أبو ري قفك وقوك المينية أرين كلابات وحياة عبادة كصعب صن علماء وحي صدى يعني عبادة إلى قيحان ومعنى هذا الشيغان علماء قاركود عبادة مركي قيحيان وحيكو قيحان يعرفون العبادة بذكر أفرادها إلى الشيغان أفراد أيك كوبان تهاي عبادته وقاب ضابدهان أمقا عدهان الله الشيغي فرد والبقون دي سان الله الشيغي وكيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ساكو قران رسالة ديسا العبودية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة عبادة ومقع ليه وحكستو إلهي وتشعليه وراليوك إياه وهذا اللغو هذا اللغو عمل السمائيه وآمد موقضاء وحبنها موقضاء السمائيان وقفك السمائين أي عدانة هنا يوغان كرتو أما عمل قرصون وعمل كي قلبي قلق السمائين يوي وقفك السمائين أي يوغان كرة ضدك كلا ورو مهيان وحوت هذا شغل سلاح ابن تيمية رحمه الله تعالى وده شريعة عدنا وافقصا إلهي دراد دين اللو السمائي ورب سبحانه وتعالى قولي فعل أن دراد دين الله سمين شريعة سودة تينا وافق سنين إلهي ما تشعل تشين سقي سحتها دو إلهي تشعلي هاي قول كا يفعل كاس لكن فردقا أما قول متكا
الإخلاص هي اتباعان ولصعن إلهي مجرالا إلهي سبحانه وتعالى وككور حديث القدس وكقوى الرمي عملك عدك للودة تشيو إنا نقبلها من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه عبادة مركلة علماء وحي قيحان بحقيقتها حقيقة العبادة ومح العبادة شرعا وحي الأذان يقو حقيقة الشيقية وامتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والتذلل عبادة وين له كان سمو شارع هذا الكيس وين له كان سمو خطاب كالك وحلوقة شيدا سيد علماء مركي حكم كالشرع قاقي حيان بايت المامان كلام الله وما يستند إليه هذا الكإلهي وقرآنك هي واحد دليل لمدي سواء كتير سنتها قرآنك وقرآنك وشيغين الدليلية سواء حديث النبي عليه الصلاة والسلام إجماعي صحيحها هي أدلة كلا يلمتك وقانسا كان له قانسا ميو خطاب الشارع وعبادة نقول يا مركا لحريران لباريموت حب تعايل قفك إلهي سبحانه وتعالى وهي يتذلل دلو إلهي سبحانه وتعالى ودلو بي وخضوع يا ربي سبحانه وتعالى وهو قال سمي العلم هو حي الشيقان لبدا صيار ريموت الحب والتذلل كمال الحب وغاية التذلل إليهين أركان العبادة ستعريف كامقي حيث تبكى نحمقتها وقفك هذه وكوهد لها دلو ناكسن أما هو صميع عمل في عن شريعته يا مانتي عدة صميع سراجر أو بلنقاد لكن كم رأي هاي إلى هاي تعايل كيسة يا ربي ودلو كيسة وقانسا كيسة وحاو سميع عبادة نقول ما هي شرعا وهي أركانتي حقيقة عبادة هي أجزادي قيبه هي ككوبنيت إلا قوم أرمان كوهاي لأن تداري أنصحاين أيام قل والصلاة أركان تيدي أي مقيه سيالي الصلاة ونقرهين أي عبادة لبدا الركولي كما قيهن عبادة ونقرهين إلهي سبحانه وتعالى إلا تشعل هذا وركن العبادة صير الشاقني ومنشأ حب الله سبحانه وتعالى مشاهدة جماله إلهي سبحانه وتعالى إلا تشعل هذا وحاي كدلتا أدون كينو شاهدو وأركو إلهي سبحانه وتعالى قروح ديسا إيا وناقيسا إيا كمال كيسا لما يستيران كيسا وناقيسا ولما يستيريا ومشاهدة إحسانه وإنعامه ساسو كلا أدون كينو أركو وفير صدو إلهي سمى فالكيسا إيا ونعمين تا خلقي قيا أدوماه ونعمي إلهي سبحانه وتعالى إن لو خضوع لو دلوبو ولوينيانا إلهي لو خضوع لو دلوبانا وحاي كدلتا مشاهدة عظمته إلهي سبحانه وتعالى ويندي سادونكو إنو شاهدو أو كدح أركو ورك إلهي ونو شاهدو في كتابه أما رسولكو حديث صحيحة ونوغو الربي أما عظمته إلهي وكدح أركو إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كيسا وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق ويند مخلوق وحي تسرس خالق ويند سعية تسرس ويند إلهي باب حيي إلهي سقوها دان وينين ويني مبحين كرين هل كان وحكى صوب حيسا إلهي سبحانه وتعالى وحي عبادكم متيستي وعوانك لو فرعيا بما استحق الله سبحانه وتعالى أن يعبد إلهي محكم تيستي إلا عابده استحق الله العبادة بكونه ربا إلهي محكم تيستي إلا عابده إنه ربي يهي إن كلدي إلا عابدان أو حكم تيستي إنه كلدي ربي يهي وعدك لا ربي ياني كري مخلوقات كوردا بوحي حق ويالوان إلا عابده لأنهم مربوبون وليسوا بأرباب
كو ربي لو يهي وي يغو ربي ماها تاسنا وحي كدح موقت آيات القرآن كأح الآيات القرآنية التي تربط بين استحقاق الله للعبادة وحده وبين ربوبيته آيات القرآن كأي سحر آية إلهي سبحانه وتعالى متيسك أو متيستي كلدي لعابد إيو إلهي ربي لمديس قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وفي رسالة سيس إلهي سحر آية إنه ربي يأيين كلدي عبادة حق لي وحلو قبل أبي آيات الشيقست ربي لمد إلهي سلام وشيء واحد عباده وكم تيستئن تهاي إنه كليدي وربي يهاي ربي هذا إلى أين واحد كبصر إسا اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزهه عن كل نقص وعيب إلى أين يهاي متكس فيسا صفات كوناكسا دمانتون سيلعور ولله المثل الأعلى ويهاي متكوفا وكفر نقصان يعاب يهوصين دمان تيب وحين وقصونا يقول عليال آيات إلهي هذا الكيسة ما قرآن كأويني وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سيحديث أبي بن كعب في صحيح مسلم قصقا أعظم سورة في القرآن الكريم نوى سورة الفاتحة سيدة في صحيح البخاري كتالة هذين وفير سنة سورة دائية آية داس وحين وصوب حيصار انتهينو الشيقنا وآه إلهي سبحانه وتعالى إنو عبادكم وطيستي إنو يهي من ربي وصفاتك ونكسان ودالله صفاتك حن نقصانت إيا عابتك ترجمانا كهفا وكمرا وكنزها سورة الفاتحة إلهي وحولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وشيغيس لشيغي إلهي مقعيديس وحلقو بلايب الشيغيس تسيقو الله الشيغي إلهي ربي لمديس ويسوق ليس صفات الكمال ودن إنو لي هاي ولهذا بير هذان أو العلم يغاركو توحيد الأسماء والصفات ومن توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين عالمين تودن الله إنو ربي وياهي معبودك حقا هاي ويسوق وشرسيي يغون شرين ولي هاي ومامله أي إلهي أي دا سوق شاي الرحمن الرحيم والله ما جاء صفة الرحمة كوب صنيع سيدا وتو صنيع كلا دونا شاي كشري مالك يوم الدين إلهي مركي صفات كمال إنه لي هاي لا ينور شاي جاي أي الله تلمامي إنه تاكم تيستي إن كليدي العابد إياك نعبد وإياك نستعين آية الكرسي نصاص وكلا كدح مغتا دادو فيرسطو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية الله لا إله إلا هو إلهي باك لدي عبادة حق له عدك استوك لو لعابدان حق درع لعابد انت أدي بدوح على الشيقي اتصاف الله بجميع الكمالات وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب إلهي إنه يهي متكسي فيصن صفك استؤو ونكسن وصفك صفة كمالة وموصوفك هذا كمال كيسة تسيسية لما يسترن كيسة صفة العيوب والنقائص صورنا إلهي إنه كنزهية الحي القيوم صفة الحياة الكاملة وصفة القيومية حدنا إلهي وحالة المامي صفاتك صفات نقصك إلهي إنه كنزهية لا تأخذه سنة ولا نوم كذب من واحد الشيء صفات كلا وإلهي سبحانه وتعالى وكسف يسيهي كعظمة الله واتسافه بجميع أنواع العلو سوين إذا إلهي يا إلهي سرين نعيذي دوردن إنه كسف يسيه تاسمر كواحي نوم وچين إساء إلهي سبحانه وتعالى إن عبادكم التيستي إنه يأي ربي كسف إيسان وناق وردن حمان وردن كفق وكنزال قدرك لوحو يأي عن شيء إياه إلهي سبحانه وتعالى دوما عباده وأبوري وأمرهم بها وحو أمرين إلهي عابدان وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما حي حكمة يوجد
إلهي هو واجبيي أدوموه إلى عابدان وحلق يري أرنتا سي هذا لك لدوان وقاركود أيهين خلط بر احترام وخلاف سن كتاب كإلهي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا إلا يراهدو أمر الله عباده أن يعبدوه لمجرد التكليف والمشقة إلى دومي سوحوا أمرين عابدان يدو تشددوا أي تهايون إن لكلفوا أول مشقين تاسين الصح معها الدلة إن شاء الله تعالى شيخ الدونة أيان أدلل عن الصحاي أركود وحي الأهدين إلى هي وحوا الدومها أفري إن يعابدان ليعوضهم عنها يعني لمجرد إثابتهم سوى أبال مريؤون وعبادتها سعود كيدا يبدل كيدا وصير انت أصوى قرى قاركود وحي الهدين إلهي سبحانه وتعالى وحوى الدومها عباده وفريه وقوه تبيي لترويد نفوسهم لتخرج عن حالة البهائي سوى نفود إلهي سبحانه وتعالى وقوله إليه وتاسينا إيقار سيسين كبحان صفات كيدغن كما يرانك ويشان صفات كون أكسن وكسر رأي كو ما يرانك إليه هذا الله صورا صح معها إن حكمة عبادة اللي قال لي هاي قضبة دامت كم إذا لغو أرية حكم كعبادة اللي قال لي هاي وكم من نغان كران لكن ما ها الحكمة الوحيدة في إيجاب العبادة حكمة قرى كتير تواجب انت عبادة الواجبين عبادة إلهي سبحانه وتعالى مركوا أدومها كواجبيي حكم كوكل إلهي وحكم ماذا إنه إلهي أدومها الراحية ورب سبحانه وتعالى أجدي وحنا فهود أي معان سدان يكون راحيستا ولا بهود أي قلوب تودو أي بلارت وأي كقبحان مروقدة ورورقية والبهاركة إيو عريريقة اللابطة إيو قلبك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا كويري يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وحين شاقي دونا وآيادا ساكوبتي دينو يضع قول هذا لكتو وشنو حنفلوه نقول في لنطع إلهي وحو الله الله يدوميهيس وحو فري إن إلهي عابدان سيقودنا إلهي وأغشى غير واعبدوا ربكم سيقود بإلهي عباده وفري وافعلوا الخير عباده لم يؤخر سيقارنا إلهي وحو حصي الركوع والسجود ودي الصلاة دي اللوغة تشيده إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامي عباده سي أدومه إن كقاريان ومراي كيليان يراد كي يكون لنا سايتهاي وصول من الفلاح لعلكم تفلحون سياد او قولي ستان وادو الليبانتان الفلاح هنا قف قوائن وهلو وحكستو وشعلي هاي او دنوة دين تيسا ايو نفتيسا يبدد نمديسا ايو شرفتيسا انت بدنوة اين وهلو تانا معنى يدوح نقونا يا مراه عبادة إيرات كقفك هاي كل هذا هاي وإن وناقو ننقارو وناقا الدنيا إيا وناقا آخرة ورما يسترن بها عبادة لقوقارا هذه عبادة سيسا حلو لي ما يدو رما يسترن راتك عبادة كل هذا هاي قفك بني آدم كان نفتيسا إيا نلشيسا إذاك مسلمين تا عبادة استانك بودهان أي كجد وينهين قال هذا أنا إلهي عابدين قاركود نوحي عبادة كشيء عن عبادة صحان وهين وحكم ذا انشراح الصدر وطمانينة القلب وراحة البال وفي كلابتي سوين نقطة مدواسع عليلي يدي قد أندريم هين أو نقطة مد قلبي كراح حسن يو كفر حسن ونولل ومعان سنة يو كتيرا سيكالا دين ودقنو نولش ونكسن حقيقة دي دوا انتا يمشيقنا انتا ساسلا
intaas qofka ay ka maqan tahay adduunyada nolol wanaagsan kuma hayso intaana waxa lagu heelaa say ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo sheegay iimaanka iyo camalka saalix qaal allah subxaanahu wa ta'aala man camila saalixan min dakarin aw untha wa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ilaahay wuxuu yidhi qofka camal wanaagsan sameeyo ilaahay daraaddii uu sameeyey sharcigii ilaahay uu soo dejiyeyna waafaqsan oo aan bidco ahayn isagoo ah qof mu'min ah oo mu'minuun baa laga aqbalayaa camalka saalixa ah wuxuu ilaahay ku dhaartay oo u adkeeyey nolol wanaagsan inuu ku noolayn doono nolosha wanaagsanna loogama jeedo nicmooyinka adduunye in la helo taasi tabac bay noqon kartaa laakiin nolosha wanaagsan waxaa asal u ah intaanu sheegnay oo qofku inuu qalbiga raaxo iyo macaan iyo ballaadhni iyo degenaansho qalbigeenu ka dareemo taana waxaa lagu helaa oo qura iimaanka iyo camalka saalixa ah oo ay cibaadada taasi waa midhaha ay cibaadadu leedahay fi dunya falanuxyiyannahu xayaatan tayiba waxaa kaloo se ibnu kathiir uu yidhi raximahullahu tacaala aayaddan ilaahay uu ku sheegay midhaha ay cibaadadu leedahay fi laakhira walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun waxaa la mid a aayadda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum mu'miniintaay ilaahay ajiiba rasuulka ajiiba waayo ilaahay wuxuu idinku yeedhayaa rasuulku wuxuu idinku baaqayaa waxa noloshiina wanaagsan ay ku jirto ay limaa fii xayaatikum utayiba noloshaasina waa noloshii ay gaadheen dadkii hore wanaagsanaa min arusuli waalambiyaa wasaalixiina waalawliyaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabatuhu lkiraam iyagoo gaajoonayay ku noolaayeen farxad rayn rayn degenaansho xagga qalbiga ah murugo iyo warwar la'aan sababtuna waxay ahayd quudkii qalbiga ayay haysteen oo ah cibaadada quudkii calooshu haba maqnaadabe waxaa dhici karta in laysweydiiyo haddii arrintu ay sidaa tahay maxay ku dhacday in dad fara badan oo muslimiina oo cibaadaystaa aanay dareemin raaxada noocaas iyo degenaanshahaas oo iyagoo cibaadaysanaya haddana diiqad ay dareemayaan iyo murugo iyo warwar iyo walbahaaruunu ku furan yahay xataa asbaab muuqata aan lahayn mararka qaarkood taa jawaabteedu waxay tahay alcibaadatu laha daahirun wa baatinun cibaadadu waxay leedahay in muuqata iyo in qarsoon labadoodaba marka lala wada yimaado ayaa midhaha laga helaya inteeda muuqataa waa aqwaasha la maqlaya afcaasha daahirkee la arkaya salaadaba tusaale u qaado qiyaam rukuuc sujuud iyo acmaasha muuqata ee la midka kuwa aynu sheegnay ayay leedahay baatina way leedahay waa iqbaalu lqalbi cala allah qalbigu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaabilo oo addoonku uu ku tukado bikhushuuc oo jimciyatu lqalbi cala allah qofku uu sameeyo qalbigiisuna ilaahay ku ururo waxyaabaha kaloo dhan uu ka soo jeesto intaa uu tukanayo salaada unu ku mashquulo si uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamaa fi lbukhaari ina fi salaati la shughla salaada waxaa ku jira wax addoonka muslimka mashquuliya waxyaabaha kale ka soo jeediya oo uu kaga mashquulo uu ku ilaabo addoonku haddii labadiiba khalal kaga jiro acmaashii muuqatay oo salaadiisa shuruuddeedii arkaanteedii waajibaadkeedii iyo sunankeedii wax ka midii uu maqan yahay sidaasoo kale khushuucdii qalbiga iyo qaabilitaankii ahayd salaada dhexeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaabilo wax kastoo kalena uu ku ilaabo haddii uu khalal kaga jiro taasi ay maqan tahayba oo qofku daahiran unu u tukanayo laa baatinan muuqaal ahaan unu u tukanayo qalbi ahaan aan u tukanahayn salaadiisu midhaha aynu sheegnay yeelanayso raadkaana kaga tegi mayso mar labaadna waa soo celin doonaa masalada biidni illaahi subxaanahu wa tacaala cibaadadu raadka qofka muslimka noloshiisa ay ku leedahay waxaa ka mid ah annahaa tazracu wa tunammi fiihi alqiyam waalakhlaaq alxasana
وتنزهه عن الأخلاق السيئة. عباد الرات كقفك مسلم كانوا ليش يساعي كل هذاي وليبا ضد كبدن كود ما أنت لقيا بيني موجيهين ويجوا عباد السنة يا هذا نارين تحسن ولا شو ذاي كم غن تاعي وحوي أن عباد قفك واحد كبر تنفتي سالقيم وناج هي معاملات كفيعة هي رغن كوناكسن كحنا ويكلدق على أنت عبادنا أرنت نوع سوى قدم آدي آد مهم واحد وعبادات كإلهي سبحانه وتعالى وكذا يقارهان أركان الإسلام العملية والصلاة والزكاة والصيام والحج انتبع كدح مغضة إلهي سبحانه وتعالى صلاة دمركو كاد يوحل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صلاة أبور إلهي سبحانه وتعالى إقامتها والتيان بها كاملة صلاة يقفك وصمية يضر لما يسكرك محالك فائدة يا تاس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة لا أوغو التي يقيمها العبد وحيادونك كررتا حمانتا يوحك استوى شريعة جديدة وفائدة تاس قفك دغن كيسا موقضة معاملات كيسا أي صلاة دكية لنسو فإذا كلو تاكوين إن العبادة الله هذا هاي قدهان قارعنا صلاة دكية لهاي الشاقة ولذكر الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى حسوس الشديسة يحسيتان كيسة وصلاة كتيرة أي طاهر كوين وعبادات كوتشدوين كلو شرعي وحكم ده ربط قلب العبد بالله أدون كقلبك سيد إلهي الوحرة أو نقدم إلى إلهي سبحانه وتعالى حصوصا وإلهي حصي وإلهي أمانتي سيد شيكستي سعرب كي سمر البوك قوية وكان رسولك عليه الصلاة والسلام إنه الشيكي ضوافك هي رمي الجمرات هي المبيت بمنا إن له الشرعية لإقامة ذكر الله الضوح لأورانا يماها وأعمال ظاهرة على السمينية وإلهي يذكر بقول وفعل قول يفعل لبضب إلهي ولا وحصة الصلاة بيض لبضب ككوبا إلهي وحي نوشها جاي فإذا ده هو إنا إلهي ده هنا يتهي إنا الدونك إلهي وكحصوصته وقلبك يسو ربي ولا حريره إلهي نين حصوه أمان ولا ذكر الله أكبر واقم الصلاة لذكري وكإلهي سبحانه وتعالى مرك ليلي تاسوا الصلاة ده انتهانا الصلاة ده نافل مسألة دي أنا هروح شاقي بها المرلبات كسو علينية دفع ربضان المسلمين أيام أنت الصلاة ده كده وحلقية أبا أولي بيني آدو قد دالاني الصلاة ده هروي مادانا وصف كورية كنت كده صنعي عليكور رئيسيان وعيكدن بيسيان لكن صلاة ده راد كي للربي نغن كودكم الله مسألة كنت كده يسوكو نحجوك أيها لقية بينو بين شاقو أما ينعيد حانتو أما وعايو سيد كماركو كبحة وحلقية مصق ماسق توقو دع دل إيه وحيابات دنبية ذا كلمت كاين وكو رقاقة مركز الصلاة دي سحمانتي كمي علم هل العلة في الصلاة أم فيه ما الصلاة دا عامدة عندك حمانتي كعلم تاسي ما دعي كرتو وإلهي باين ورشاقي إني ددك حمانتك علسو إلهينا سبحانه وتعالى وركي سوارهم ومن استقوا من الله قيلا إلهي عدك رنبضا وركي سكر رنبضا يا مكتب ورك إلهي با ورك ورنبضنا إلا دواتي ورائي ورشاقي وتكشدي سيساقو وتكنيو أيو خلال كتيرا وحق ظاهر كوك كتيرا والله يقيم صلاته ظاهرا وصلاة دي سينت هذا موقتا أي وحك خلديين أما لا يقيم صلاته باطنا أما صلاة دي سينت هذا قرصوني حق قلبي قال وحك خلديين مركا صلاة دي سايانا هين صلاة دي حمانتا كعل الهي حلقا سايا علا ضايكا تيمي صومك إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رمائي وحريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب يوعد المامي وشيدوين كالصوم كالو شرعيين كمتهي إنو أدونك تقوك كسبضا تقودن هو معنا بالارض والعمل بالدين ودم بسوق الدين تين وعمل فلا حقوق دي لا يتي خلق قبل الجدو ظلم جنوع يدي سنة الله إسكيل عليه يا أخلاق استوحى في حق الله أو في حق الخلق. ولهذا قف كمسلم كسيصح الصوم الصوم كيسو آن وهين الصيام عن المباحات الصوم دما يسترن صوم إياه عن جميع المحرمات كصومية صوم كيساسي وحو كويا لنا يا رادد بدن وحق قيم كيا نقن كيا أخلاقيات كا مركو صوم كو قاتي سيو هالراديو وحارين تاسي أي كرادين يسي كيكتا كيسا إنونا حريستو ضدك أما مخلوقاتك قاتشونا يا إهرادن دبعتنا هو إحسان فلو ووحي كو قاتشب بحان يا وحي كو هراد بحان إنو سيو صوم كو نقام فربضان وحن أي قفك كعلنية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق رسولك عليه الصلاة والسلام حرمت كين ما لنت الصومية هاي هذا الكحورنا إسكيلة معنى الصوم كيسوا كعلي مركز الصوم كوقفك وحو بريا الكلمة الطيبة يحسن الكلام هذا الوناكسن إنه كوه الله أيو بريا سكده أدين صلاة وصق هذا إنه إلهي سبحانه وتعالى حكوا الرمي راد حق أخلاقيات ينغن كأه وقفك مال كيس السكية أي كوي على نسي السكد خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له إلى يحوري حوله الصدقة سكك قاد سكدا سي راد كأي كوي على نسوا الدنيا دبا انت تشوغان بو إلهي سبحانه وتعالى شيء تزكيهم ولو قدن بدافيا سيدا سوكالي وحي كهو فيسا دقامدا أول أكسنين ودل وحاني كوكب عينيسا أخلاقها إيا دقامدا ونأكسن. سورة الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية منكو آية دا سوحة ويا مفسرين حمان ودن بي كهو فيسا وناك ودن سكدو يكو تربيضينيسا حمانها أي سكدو قفك نفتي سكهو فيسو أي كساريسو وحكم ذا بخيل تنمط وفك حوليسي صبو تبعضي أيو بحنيا وإلهي درادو بحنيا ما دام ويا حق إلهي واتشلي وضدك كلو واتشلي فإذا إنك سكدا بحنتو جودهان أي نرشى المسلمين طول هذا حكم ذا عداوات كي يحقد كي يحسد كي يوحي أباها صورا أي نرشى المسلمين تا سكدا بحنتي ذا يكسي فيسا محبة هي مودة أيك أنت كالقعيل يتشعيل ضد كمسلمين تا إنو دحمر وإسلام لماذا هي إيمانك أي سكتش على هذا ضد كمسلمين تا حج كإلهي سبحانه وتعالى مر وكورنا هي وحوري الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بلا معلومة والله قرن يا بلا حجك حجك الإحرام كره بلا أورتو القفك حج إحرامتا حج أقو انتمي ماي وحكلا رنكي صور نقضبا إلهي سبحانه وتعالى وحو الشيء قفك حج إحرامتا بلا بحدودة وحيابها أي تهي حج كيسا إنه كفا إيدو ومرو كقو صنع يا نقضان ير هذا يتهي حج كيسا كقتل فلا رفث ولا في السوق ولا جدال في الحج هذا القصطوح وادون كلو ديدي مخالفة كستو إلى شرع جيس الخلافة مرا عقيمة بلا فائدة ومسألة علم يقول لقدو ديان كصاب صنين وحاصردا حج كوين الدواء وقال نغضو ورادت كوانا أكسانا قفك حج حرامته وكقدت قيو وحيابها النوع عاصية قفك إنو كم النادو وين كم النقطو سيدا سايا عبادته قفك أخلاق ديسا يرغن كيسا أي راد في عام أوي على نسا ويوفيسا يوتوسينيسا وينطحن أي وقصاريسا ويوغهادينيسا لكن سينو الشاقني وين عبادة نقطة
عبادة أقامها العبد ظاهرا وباطنا وحمانتا يسق بن لايهين أدل لذا سيسيدا الشيكتي إيا حالك إن فربضان ومسلمين تكمي دين وحوهي عبادتي أيا إنت دي مقتية إنت قرصوني أنا لما يسترين وصيدي أيا هيدا قاران واجبك هيدا أن الله الله دائما تدك مسلمين تاهي أدل حوتي لها أيين تعبدهم لرب العالمين عبادتي سيئي لها وعبادتي سنيين وعبادات كودوا أيها الله أيين عبادات قلبك يحبنها باي كتوسيين أخلاقيات كودة ما أنت وحاك خلدا يدق مدود وحاك قلوا عن رمان وصحن الهاي أخلاقها يد بعدها يدق مدود قلوا عنا ولا صحي كراه وحلقوا الصحانة وحاقوا وينو أبقي مبضا إنو أدونكو إلهي سبحانه وتعالى وكو حرمه ونقضوا عبدا لله صالح أدون إلهي هو ناكسن وأعمال صالحة لا إيمانية. رادت كعباد وكل هذا هاي. قفك مسلم كأنه لشيس وحكم إذا أن الله سبحانه وتعالى يزيل بها الشدائد والكرب. إلى هاي عبادة أدون كوي حك جسولية. الرماها عذق إلا سو الدرس. أي الدواء وجنوتة. هي كربويك وحيابها قفك آت كأودبة. إلهي بانا سبحانه وتعالى تاين أبو الشيخ كتاب كيس وما يتق الله يجعل له مخرجا إلهي وحوري سبحانه وتعالى قفك إلهي الدين تيسا كرقما كرقنك الدين تي إلهي نوى الله بأون وحي اللقاء أمرين أتصميصه وتاسيد وعباده ووحك أسطال اللقاء أمرين وعباده وحي اللقود ديدين أين أتكتكت وحي إلهي وكود ديدان عداد وقتكتو امتثالا لأمر الله وقانسن أمر كإله أدوه وقانسن يسو تاسين وعباد وجتني بالمحارم تكون أعبد الناس وحلقا حالا انت ميكا فقو تدكو عبادي سبضان أياد مقندون تا إلهي وحبت المامي عبادي سيقنو عيدي ساك للدواني إنو السبب يهي أدوان كحالة هذا اللسو الدرس إلهي نفرج وغيره يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وحات صلاة رنت وعمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه شيء أو أمر فزع إلى الصلاة رسول كارين عرس مرك إلا سوى الدرستو وحا رسولك كن حتيري صلاة وفرتك إلهي وحكور رادين تيري إيا مخرجك إيا شدد إيا نبات دا سولين تيدا إنه تكدو إلهي سبحانه وتعالى الصلاة وكل حديده واحد قرأ نيسان حديث كي صحيح صد حدينين يقول كالقلايا نقوح وقود كي كدبولي الدومة إلهي بيهايين واحد يقين صد المركة حالة دكوات كاتي إلهي سبحانه وتعالى مو يعني عدك لهال كان إنا نكساري كريم إلهي إنه حالة نكسارانا إنه يباهم تهي السبب تيهي ولهذا إلهي وحي كعابدين يقول قدك كتيرة إلهي إنا بريين دعاء خالص لوجه الله إلهي أبر احترام وأدابتي الدعاء وحكم إذن إلي مادين والتوصل إلى الله بالأعمال الصالحة أعمال ونأكسن وإسلاحين إلهي الدراد دي بعد أصل إنسان إلهي سبحانه وتعالى إنك بريين فجاءهم الفرج من غير سبب ظاهر معتاد فرج كيف حق إلهي وقيم يضعان يترين سبب دنيوية وموقتا وصوابها الله برطايا سيني يعني دبضان إلاك حي سقوطة قانو الريحان أما قلبية وحلم إذا عقف عقفية ويششية وحياباسي إن الله كان أما قدك وميلك لين لقد دلولي ولك قرب وهلك هيك صوابحا هلك إلاك حيوكو أودنا يكدب الله أيو إلهي إلاك حيك دقاتي يقول إن دو دكواركي وليب شيئا فشيئا سلوات صار انت سابتدو اني تهي عبادتو ده اي عمل كصالحة اي مركز طامدو الهي كبر اي عمل صالح ورهو سمي ودقو حين دقاقي الا مركز دنباو كدقاقي او اي صوب حين يقو الصعان ايان اوباهن اني قرقورتان اما بس ان اي فور صدان الهي سبحانه وتعالى كربوينك يشدائدك يدباتوينك
أدونك إلهي عابدة إلهي سبحانه وتعالى وكغفر فرجه. سورة الأنبياء إلهي حكغو الرمي أنبياء الله كل مي بباتوين حكم ذا نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله يونس، نبي الله زكريا، نبي الله يحيى. أنبياء هذا قصص كله في رسطوح وحكم وقتا لباتوين يهولا أدقوا لسوا الدرسية الدوية دي تجوهين قصص كله إلى أمر وكور إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وحي إلى أي الصبابين يا وحكينا لباتوين كواوين إنه إلى أي كد القاضي وكربوين كفرت وغيّلوا ونبي الله زكريا وداكو قاري بلا أولاد وكذلك نبي الله إبراهيم ودباتوين أي صمرين أولاد لا أنا كمدعي سيدا صوكالي دباتو عدو قاوك جيستين وإن يدبكو بحتورين نبي الله موسى وقعنت وقالي انتو يراي نبي آنو نقون قفكي وقلن عبامركي الدنبي عدو قاوك درنوها مركي الدنبانا عدوه ودونين وقعنت كل قصو وقاربت فلما ترى الجمعاني قال أصحاب موسى إنا لمدركون حق هوري بضيبا كحكتا حق الدنبانا فرعون يعلكيس أصحاب موسى سايدة كم وقتا وحي أركان هذه الأمور الظاهرة وحالت دا أدق التاقنين وبضينين هرتو دتاي عدو جينا وكده بتشرو أم وقضبة حالة ده هذا قلب جود الراد بكويالات وحي رادين ولا نهيا نبي الله موسى عرين كلام تاكش شيء سايا أم وقت ووحن إنا يهين أمور مادية هي مخلوقات إلى سبحانه وتعالى وحكمه وأدون كهدو يا أي أدون إلى رميسا ورب حديد لله وعبادين سي عمل صالح صمينية إن وحي الله برتي الله قبرتي الرماها مادية إلهي سبحانه وتعالى وبدلبه وبدي أنت إسكك الله عدو عدو وضعي كدحت يا حمده ويساق يقو ساق الله قيني دي تنو كدحبه وعدو قيسي وسلالك صد بقى الله دي تنالك سوكوها لكسم كلا إن معي ربي سيهدين يقين بقلب قيسي كترتي قيمتها صواه ما دامه وياهي أدون إلهي الرميسا إلهي وحدي داع إلى الله ضدك حق إلهي ويري إلهي كليان عباده كليان وإلهي سبحانه وتعالى يا ضيعان أمر إلهي وأمري أو هجراء فلي إلهي سبحانه وتعالى إنه ضيعه حتى قفكو هدو تادار راعي ورادو والله إنه عدو قاسي إن قبنا إنه نسوق قاعدهي لقوة رجائه وارون أكسر سور الرسول عليه الصلاة والسلام مروك ورمي الدوماء إلهي ونأكسن ربا شعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قفك ورمي والله إنا نوحس دعاين هدو ورمي من باب التعالي والتألي على الله سين الرحمة إلهي عجيل الجليني أما هو ورمي أود إصابه الشيغاني كاسوا مدموم لكن قفك ورمي لقوة يقينه ورجائه بالله أرنت وكو أماني سورة رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كاسك الشهر نبي الله يونس وحي كل عيوات قرانسا شددي ولك المي سورة رسولك الشهر عليه الصلاة والسلام قوم كي سيبا رمي وآي إلهي بأو وحي ودو الشهر سدح مع الموت كدب عذابك إلهي وإيمان يقومك واركبوا قوم كي سو الشهر عددوا دون وحي القفك ورشاك إوركي سوء بين وبو إلا الدلو وقت يمرق دماضي عذاب كي ما إيمان وإلهي سبحانه وتعالى وعيد كي سوى باتي سببان أرنتا سلاحي وقوم كي با تضرعوا إلى الله إلهي سبحانه وتعالى يصبر لقاء خضوعي وليمي إيمان انت يبنانك وصبحين يلي وي حتى باهمتو دي حلودي بيس وصارين ففرقوا بين الوالدة وولدها وحي كلك حيين نافكي إيو حوله هي مقشو دي بكلك حيين مركز سيقى يلبضان إياه وحولها سيقى عيه يان
يدواق يجوا يدواق أيام يجوا إلى سبحانه وتعالى كبر يجيا وتوبت كان يجيا كنبر يجيا إنه إلى عذاب كعباتي إملا يونس واتجي دون تيبو فلو يحكم دعوان قران فساهم فكان من المدحضين وحال هذا ضالك نبيري على وشي بقلا بدأ قنت يدو الله فريس في ظلمات ثلاث هبين كنوا أدومي هل كاسوك أيو كتشراه ومع هذا إلهي سبحانه وتعالى كما قوصا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء عظيم كايات كوين بك دعيس والرسول قول عليه الصلاة والسلام دعاء ذي النون ونبي نواه نبي الله يونس أدونك كد عيسى إلى سبحانه وتعالى دعاء سواء قبلية والدعاء حمبارسا توحيد أن لا إله إلا أنت توحيد بك بالعب إيه الاعتراف بالخطيئة أدونك خلط كيس يقف كيسا إنو قرته والدعاء حمبارسا إلى حمان ودن إلى جنزه كمال هي وناق ودن إلى سبحانه وتعالى إنو قصفين إلى دعاء سوكلا أدونك وكاغ بلية نبي الله يونس إلى حاردة سوى كساري والقصة طويلة أنبياء داسي إلى سبحانه وتعالى وحيري وحايكوها لين فرجك يشدد إلى أين كساره إنهم كانوا يصارعون في الخيرات وحايكوها خير كي ولاد أدك دقة أي هاي وضدك وقرد يرأي وقرد رأي أي هاي ويدعوننا رغبا ورهبا عبادتهم وحايا عبادة خوف والرجاء عبادة كل سن رجاء إلهي رحمة دي سيئة فضل قيسة هي نعمة دي سيئة قبعا يبقى إلهي عذاب كيسة على دي سيئة بغنيا تاسم إليه دو حكم من قضي إيرات كيدا إن إلهي سبحانه وتعالى حال ده أدك وفرج وقيا لي عبادة الرات كقفك مسلم كانوا لشي سيئة كل دو حكم ده أن الله سبحانه وتعالى يحفظه بها إلى عبادة إلى علينا يكحف دنيا إلى وحوق إلى علينا يوحوق على السنة وهاي استوى الدين تيسع عبادة سجد عبادة السنة سي إلى هاي إيمانك كوجو إلى علينا هي الدين والدين هذا ككردي سيمانك ككردي وإلى وحوق أبا المرينا يا عبادات كلا إنه كوافتشيا وكفر ذي إلى وحوق إلى علينا نفط هذه تشكاك حتى هذه عمري قاعو ديرادي أي حوق قاعي يا ودادي يا عفمات قاعي إلى أي وكو باقي لي إلى أي وحكو إلى لنا عقل قاعة ولي أساس قبو إلى أي قاعة إلى لنا ربي سبحانه وتعالى وحكو إلى لنا حتى نغن قاعة يا أسلوب قاعة يا آداب تاد سين وروش يعني إلى أي عبادة وحكو إلى لنا يا أولاد داد إيه الكاجة أيوة لا يكوي لالني إيه مال كاجة تصالي ألبا بيتها سلية ضحي حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي وغيره رسولك عليه الصلاة والسلام يحييه احفظ الله يحفظك إلى إس الله حفظنا يا ندى وحفظ أوامري والنواهي وإلا إلى ليوح إلى هاي وكو أمرك واجبي إلهي النهي يجي سيدي مدي سين لا إله ليه وحكود دي دين أتكتكتو وأتكفو قاتو تانا محال الوهلية حفظ الله إلهي إله لنتيسا أي الوهلية إلهي سبحانه وتعالى كو إله لنه إله لنتاسي وحي وقود بيسا حتى سين شاقني وحي أضاها كلا أدقوا أضليه ضحي أما لباتدو دو أدقا يقود لبتو إلهي سبحانه وتعالى وحر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولا يدع سوء في رسول قفك ذرية يتفير ضعيفة الديان هدو كغطها وبقانية هل لي ما هدو وح هدو لي ما دان الديع معين وإلهي سبحانه وتعالى وكو إلى لنا والتقوى العمل بهذا الدين دين تلين وكو عمل فلو دغر أيون قطر والتصال يا شهد أي كم يتاول يقول قولا سديدا هذا الصواب والصح أيون يراه وأي كم يتاول الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله
إنه كشف يونا فلسطين حمار ريبس يضطك حق إله سبحانه وتعالى إنه ويره وحسيف السر إساء أيضا وتصالع عملية وأيضا كتير في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وقصة نبي الله موسى يا نبي الله خضر الأحمر وجدارك كي علي مقالتي ما قريدة الدقنين دتك مرتق رواية واركي إن ودعو إن ودو يعني فقامه وتوسيه مركي الدنباء أيها أرنتها فسرد يده وشاقه وعلم ذلك بوحي من الله وعن أرنتها كوغا ده وحي حق إله به قدارك أوحى الله لبئنا وأقونا وحاهوستي سنة كتشري حول قالية وإن لهاين أبهود نوحوها الدون إله ونكسن بوها وكان أبوهما صالحا سربا كتيرت الشيخست الشيخي أبود وها صالح إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحضوني إلي قاران عمر يدى أي أود وياشان حوله داين إلى صبحان رحمة إلهي باني تاسي هاي وإلهي ونحريستي سببت إذناي كميت وكان أبوهما صالحا عبد الله بن عباس وحوري حفظ بصلاح أبيهما حلقوا حفظوا مال كودا لوغو إلى لي وناقي أبوهد وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى إن الله يحفظ بصلاح العبد وولده وولد ولده وأهل ديرته إلى هي أدونك وناقي سوح كو حفظي أو كو إلى لي أولادي إيو أولادي أولادي سطلان إيو ضدك حتى ميل الدقن يتشارك الله ويقول النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه يري وأنا أمانة لأصحابي فإذا مت جاء لأصحابي ما يعدون ومن الفتن والشر وحانواهي لحشوك وصحابي ذو حوي أمان وعمان غير فتن يودي باتوين فربضا وكذلك أدونك الصالحة إددك لحجوغا إوناق لدحتاقا يران وناق فريا حمان تكريبيا يعلمهم دين الله ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى إبا سبحانه وتعالى كو إلى أن يكو حفظنا لغي أبا قوم عذاب تيستي إلى إبا سبحانه وتعالى بوجوده إنو كغبت باديه عبادته رادتك أي كل هذا هي قفك النلشي سوحا كمدة قفك قلبي جيسا يا إلهي سبحانه وتعالى كحريسة وأضون إلهي اللحرير سنبو أضون كاسين غنية وإلهي سبحانه وتعالى يقانا وربي سبحانه وتعالى حصوصا ومرولبا إلهي سبحانه وتعالى حصية وحي كتر بيضين إساء ويكتر وبر إساء الانقياد يعني هو قانسا إنه إلهي سبحانه وتعالى هو قانسما ولهذا بقى الدونك هدون نقضاء الدون إلهي سبحانه وتعالى سيساحة ونكسن وعابودية أوامرت إلهي فلنتي دعاء بقف الظانسة انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حال الصحابة إنك الدين مدد الروس ودق ميي وهر الله ضبقي أي إن سو قادي شيء أنا مركل لقاعه هر رأيه قارنا دو علوسي هاي فلنتي سهر تاع إذا يسكت ضيضة أي كقول يسكت يا مركل هذا بلا وضع ولا مسألة هذا كلفك صحابة رضوان الله عليهم دين تو يجا أي كبر عبنتي بأوامرها ونواهيها حياب النفط ولا هذا تشعلين أي اللود دي ده ولا جحر انتمي. سيدك كراء والأرض تصالوا قاب. رافع ابن خديد وحشاجي. أنا عيد أرينا هذا وش على عينه واركيين. مصلحة هي فائدة الدنيا وينين وشتو. لكن مركو الرسول كنا هي واحد قرتين.
inaanay dan u ahayn oo way ka dhaqaaqeen, way joojiyeen. Marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim iimaankii oo dee isaga laftiisu cibaadaa iyo acmaasha saalixa ah ee iimaanka ka mid ah ayaa u fududaysay inay awaamirta ilaahay u hoggaansamaan oo ilaahay daraaddii ay u huraan oo si saxa ugu huraan naftooda iyo maalkooda oo dhulkoodii ay la qabsadeen ay ku barbaareen markii hijro lagu waajibiyey ilaahay daraaddii ay uga tagaan. Marka kullamaa kaana alcabdu akthara tacabudan lillaah kaana akthara inqiyaadan lillaah, markastoo addoonku uu noqdo mid cibaadaysigiisiiyo addoon noqoshada ilaahay addoon u yahay badato, waxaa badanaya hoggaansanka ilaahay hoggaansan oo hoggaansankiibaa u fududaanaya. Lannahu yaclam maa waraa dalika, wuxuu yaqiinsay oo si dhaba u garanayaa cibaadadan waxa ka dambeeya iyo waxa ay ku salaysan tahay ee looga doonay. Raadadka ay cibaadadu qofka noloshiisa kaga tegayso ay ku yeelanaysa waxa ka mid a maxabatu cibaadillaahi lahu wa iqbaalu quluubihim calayh, addoomaha ilaahay inay jeclaadaan quluubtooduna isaga ay soo qaabisho xaggiisa ay u soo jiisato. addoomaha ilaahay wanaagsan weeye, wailaa cala alitlaaq sax ma noqon karto. waal anbiyaa waarusul waa la colaadiyey oo iyadoo hal qof qalbigiisa aan xaggiisa loo jeedin ayuu dhintay, laakiin dee qoomkaas ahaa qoom kufaaro oo ilaahay aan rumaysnayn. dadka cibaadadu ay addoonka ilaahay cibaadaysan ee jeclaysiinaysaa waa addoomaha ilaahay ee wanaagsan ee ashuhadaa'u bixaqin wacadlin, kuwo xaq iyo cadaalad ku markhaati furaya oo maxabbatuhum ay tahay lillaah, cidda jeclaan in ilaahay daraadda uu jeclaanaya, cidda ay nacayaanna ilaahay subxaana wa tacaala daraadda uu nacaya. ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat sayajcalu lahum araxmaanu wudda, addoomaha iimaan iyo camal saalixa la yimi ilaahay subxaana wa tacaala quluubta addoomaha ayuu kalgacayl u gelin doonaa. adigu ilaahay caabud oo raalli geli, quluubta dadka adigu ma maamushin, waxba ha isku dayin inaad ku hadashid hadallo aad isku jeclaysiso ama aad muujisatid acmaal iyo dhaqamo aan kaaba dhab ahaynoo addoonaysa iyagu inay kugu jeclaadaan, iyo dicaayaad xayaysiis aad isku jeclaysiinayso. laa yuxibuunaka bidalika xataa wain tadaaharuu laka bilxub, waxaasoo dhan kugu jeclaan maayaan xataa hadday kuu muujistaan inay ku jecel yihiin, quluubtoodu ilaahay bay gacanta ugu jirtaa. hadduu ilaahay kuu soo jeediyo way kuu soo jeedsanaysa, hadduu ilaahay kaasii jeediyana way kaasii jeedsanaysa. qaala qataadatu raximahullahu tacaala maa aqbala cabdun ila allaahi bicibaada ilaa aqbala allaahu ilayhi biquluubi cibaadi, addoonku hadduu ilaahay cibaado ku qaabilo iyo camal saalixa, ilaahay wuxuu isaga soo qaabilsiiyaayo xaggiisa u soo jeediyaa quluubta addoomihiisa wanaagsan. arrinka u dambeeyaan ku gebagabaynaya wuxuu yahay oo raad wanaagsan oo cibaadadu qofka noloshiisa ay kaga tagto weliba gebagabada noloshiisa waa xusnulkhaatima, oo addoonka inay khaatimadu u hagaagto ama ay ka xumaato waxa sababa wuxuu samayn jiray un wuxuu samayn jiray ayaa khaatimo wanaagsan u sababa ama ku soo aara oo khaatimada wanaagsan seejiya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ibnu maaja uu wariyey, in allaha idaa axaba cabdan istacmalahu, ilaahay addoon hadduu jeclaado waa shaqo gashada addoonkaas. ma istacmalahu, istacmalahu macnaheedu waa maxay bay yidhaahdeen, faqaala wafaqahu licamalin saalixin qabla mowtihi, si ay khaatumadu ugu wanaagsanaato ilaahay wuxuu waafajiyaa camal saalixa oo sabab ugu noqda xusnul khaatima. fafii hada alxadiid أن العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى وفقه لصالح الأعمال، أدون كادو إلى هيك على هذا الرالو كان غضو حيابا إلى هيك وقول نعمين هي وكواتر سيري وحكم إذا أعماش ونكسر إلى هين وافتي تاك سور تشيت كيد أدون كوادو الصمي وحي إلى هيك وقول على هذا وإلى هيك وكل نوعه وحيابا إلى هيك وكل عقاب وحكم إذا
إنه إلهي توفيق ذاك قادو عمل ونكسنا نوافجي قلبي سنة حق حمان توجي دي عقابا من الله فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم. وعكول حديث كانوا تلماما أن العمل الصالح أعظم سبب لحسن الخاتمة. عمل كونك سنين وياي سببت أبوي إن الضون كخاتمة دي سوى يكون هكذا وأنه لا شيء سيادوية سنوات سوى تحنيب مدى السنوات كاسي أبطان أو ديرادان يمدى أو قابنا دانبا أي كو قبو دو إسوغو كتيرا في حالة ترضي الله سبحانه وتعالى حالة إله سبحانه وتعالى رأي لقلين إيسا وإنه أغنى هاي عبادة هي عمل كصالح هاي راد كنولش آخرة وكل إياه وقصة ورورية إنه إلهي نار كبت بادية إلهي سبحانه وتعالى كنادي سنكوه كبه ليستين وكمين نغضة وعمل كصالح السبب ونغضة ولباد درجة وكنادي كجلينا وعمل كصالح ولد انتي وقارسيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وحي إلهي وكسوري وكسور دويني وكمر تقاضي أهل الإيمان والعباد والعمل الصالح وجنات الفردوس. إلهي بين سبحانه وتعالى كبرينا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ولأبائنا ومهاتنا وللمسلمين والمسلمات. وحي نصدر دار من أولى ليال عمره واحد ديديه سيدو إلهي نوشه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مدي نقوه الرئيين وارتان لو مقرين إنقنين وما قرر مدي نقدم بيانا وما قرر كل نفس دائقة الموت الدنيا وين كتقينا الدنيا بركة إيا فائدة ديدو. انت إيا ذا لتشوغو إيا مركة آخرة لتقابا وحاي كحران تحاي إيمانك إيا عملك صالحة يا دون إلهي عابد إلى النقطة. تفكر في هذا يا عبد الله أرنت هذا كفكر نفط هذا حسابي عبادات كالسليبات كتاي في فرضها ونفلها وترك المحرمات فر الله إلهي كبوة تبيي سمياشا يكتغيست حرامت إلهي درادي أبو قطة فليحاسب كل منا نفسه قف ولو إنك إنك بدي نفتي سديبها أقول نقضه وحسابي دبا يتنهج رجوان في عن وهو يتوكل على الله ويستعين به سبو إلهي تلا صارنا يا وكالم السنة يا جوان كاسيو معلمها نرش كهري وأنا قرنا هاي أنت هاي نقضونا أن يقبل على العبادة وأسأل الله أن يعيننا على ذلك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.